النهاردة يا جماعة جاي احكي لكم قصة غريبة قوي، قصة جاسوس في كرة القدم. ايوه زي ما بقولك كده، قفشوا جاسوس وحوار. كل ده باشا بيحصل في الشامبيونشيب في انجلترا، يعني الدوري الدرجة الاولى. مارسيلو بيسا سواء انت عارفه او لا، فده المدرب الارجنتيني اللي عنده حاجة و60 سنة وبيدرب فريق ليدز يونايتد في انجلترا وماشي معاهم زي الفل ومتصدر الشامبيونشيب. بس المشكلة ان قفشوا مؤخرا ان الراجل ده بيبعت جواسيس في ماتش ديربي الاخير، وحوار بقى وليدز هيجة والدنيا فايرة وهيصة سعادتك. لا اعمل لي اللايك بقى عشان الحلقة دي فيها قصص غريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الراجل ده بكل بساطة في ماتش ديربي الاخير، ليدز هتلاعب ديربي اللي بيدربه فلانك لامبارد، وديربي بتتمرن يا معلم، لقوا ناس كده اشتبهوا فيهم. مين دول يا جماعة؟ اوبا دول مين؟ ليدز يونايتد. اوبا دول جواسيس من عند مارسيلو. والدنيا اتقلبت والصحافة بتتكلم، وكل الكلام بيقول ان مارسيلو بيسا ده خلاص هيطلع يقدم استقالته والفيفا هتوقفه. وليدز يونايتد طلعت قدمت اعتذار رسمي وعنفت مارسيلو بيسا في الاعلام. الواحد ما كانش عارف يعمل ايه بصراحة، لحد ما الراجل ده قرر يطلع ويعمل مؤتمر صحفي قبل الماتش بتاعه. يا جماعة انا عايز اقعد معاكم كلكم، مساء الخير، تفضلوا. انا عارف ان ده مش المؤتمر الصحفي ومحبتش اتكلم معاكم بكرة عشان الماتش، ومش عايز اخلي المؤتمر الصحفي بتاع الماتش ليه علاقة عشان المؤتمر الصحفي ده غريب شوية وملوش علاقة بحاجة. طيب يا عم تفضل، هتستقيل ولا هتعمل ايه؟ يلا قول لنا. طب وواحد تاني يقول لك طب هو ممكن يتهرب من الموضوع ده، ويقول لك لا يا عم انا ما اعرفهمش ولا دول جواسيسي ولا بتاع. هنشوف. الراجل طلع قعد الناس وقال لهم بصوا يا جماعه، من الاخر وبكل بساطه انا اللي بعت الجواسيس دول. ايه ازاي يعني؟ واقول لكم على حاجه تانية، النادي ملوش علاقه خالص باللي بيحصل ده وهم مش عارفين، وانا اللي اتحمل المسؤوليه كامله. فالناس ابتدت تتساءل كده، يعني ايه؟ طب كمل بقى، هتعمل ايه بقى؟ ايه مبرراتك؟ الراجل قال لهم انا اسف جدا، النهارده انا عمري ما عملت كده وما بحبش اعمل كده، بس انا النهارده جاي اتكلم عن نفسي ودي اول مره اعملها، وعشان اللي حصل ده يمكن يكون هو انسب وقت ان انا اتكلم عن ايه اللي انا بعمله وليه ببعت الجواسيس دول. فالناس انبسطت جدا وقالت له يا عم ماشي كمل. قال لهم انا بعت الجواسيس دول لديربي، ومش بس كده، قام مطلع لهم ورق في كل ماتشات ديربي على مدار السنه، ومتعلم بقى على الاخضر على النتائج والاحمر على مش عارفه ايه والاصفر على مش عارفه ايه. وقال لهم انا عندي 20 شخص سنهم كبير في السن، عندهم خبرات كبيره جدا، متعينين بس عشان نتفرج على الماتشات. يعني مثلا ديربي كاونتي ضيعنا من وقت العمل 360 ساعه لديربي بس بنتفرج. الراجل اتفرج على 51 ماتش لديربي، وقام قايل لهم بكل ثقه لو سمحت اي حد يسالني على اي ماتش لديربي حصل فيه. طبعا الناس ابتدت تشك في اللي سمعاه، فقام واحد قايم له قال له ماتش تشيلسي وديربي. الراجل قام قايم بكل بساطه فصص لهم لعيب لعيب بيلعب ازاي في التشكيله دي، وده اللعيب اللي نزل اربع دقايق دافع فيهم وقام راجع تاني لنص الملعب، وده اللعيب اللي عمل كده وهو ما كانش بيلعب بالتشكيله دي لكن قدام تشيلسي لعب بالتشكيله دي زي ما الماتش ال 16 عمل حاجات انبهار. قام واحد تاني قايم له قال له طب ماتش مانشستر، الماتش الشهير بتاع لامبارد لما غلب مورينيو. الراجل طلع برده وقال لك ده كان لاعب الماتش ده بالطريقه كذا، وهاري ويلسون في الماتش ده اتحرك ناحيه الحاجات دي، وكل تفصيله لاعب لاعب بيعملها في ديربي الراجل حافظها تلقائيا ما بيقراش. فقال لك ما انا مش مستاهل صدقني ان انا اروح. الراجل بيعتمد على الفرجة بس، الراجل عنده ثقافة غير اي مدرب تاني خالص. قالك انا لما بخلي اللعيبة تتفرج على الخصم بتاعها وتحفظهم صم، ده انسب طريقة انا بلعب بيها. الراجل بيعمل لهم الفرقة كلها في 8 دقايق. قالك من الاخر كده بدلهم برشامة وهم داخلين الامتحان كده، دي البرشامة بتاعتهم في الامتحان، بيبص فيها يعرف كل لعيب عنده اللعيب 8 دقايق بيتحرك ازاي، بيشوط ازاي، بيضم ازاي، وشغال والراجل اول. وقالك على فكرة انا مش ببرر، وعارف ان انا ممكن اكون مش صح في اللي انا عملته ده قوي، بس على فكره ان انا ابعت حد التمرين ده مش شيء مكتوب في القانون ان هو لا، ومحدش يقدر يمنعني ولا يقول ان هو قانوني غلط، ومع ذلك ده ما بيخلينيش اكسب 100%. يعني مثلا احكي لكم على ماتش لطيف جدا. قال لهم لما كنت ماسك اتلتيكو بالباو ووصلت الكاس الفاينل قدام برشلونه، قال لك انا كنت متفرج على كل دقيقه برشلونه لعبتها اكتر من مره، اي نعم في الاخر انا خسرت 3-0
صفر، يعني اللي انا عملته ده ما كانش كافي. والمعلومات على فكره اللي جمعتها على برشلونه دي انا اديتها لجوارديولا. نعم حضرتك اديت معلومات عن برشلونه لجوارديولا؟ لا، والانقح ان جوارديولا قام قايل له انت دارس برشلونه اكتر ما انا دارسها. وفعلا جوارديولا من ساعتها الراجل ده بالنسبه له عبقري. الراجل قام قايم في النص كده بكل بساطه، موقف مدرب الحراس زي الامتحانات كده، وقال له اسالوه برضو عن اي فرقه بتلعب ازاي، والراجل بيرد عليهم اي فرقه بتلعب ازاي في الكرات الثابته والبنالتيات والكرات العرضيه بيلعبوها ازاي، دارسين كانهم دكاتره. قالوا له طيب الماتش اللي جاي مثلا انت خلاص ما دام اتقفشت ومش تعرف تبعت جواسيس هتعمل ايه؟ قال لهم والله الماتش اللي جاي قدام ستوك سيتي، واحنا ما نقدرش نحكم جدا على ستوك سيتي لان الراجل بقاله 3 ماتشات بيلعب، راجل جديد، فما اتفرجناش كتير قوي على ستوك سيتي، لكن اتفرجت على المدرب ده وفرقته في الدوري الثانيه اللي كان بيدربها 26 ماتش شفناه. وقعد يشرح لهم الراجل ده بيلعب ازاي في الفرقه الثانيه والدوري الثاني. خلص بقى الراجل حواره، قال لهم من الاخر انا بعترف قدامكم ان انا بني ادم غبي، ما كانش ينفع اعمل اللي انا عملته ده، وممكن تكون اللي حصل ده فوقتني وعرفتني ان هو ده غلط مع اني انا ما كنتش اعرف. الصحافه بقى خرجت بعد ما انهى الحوار بان هو غبي، خرج كل الصحفيين، صحفيين تقال زي السكاي سبورتس والبي بي سي، خارجين يقولوا الراجل ده عبقري زمانه، الراجل ده احنا فهمنا ليه دلوقتي ناس زي جوارديولا وبوكيتينيو معتبرين ان الراجل ده اسطورة المدربين. وطلعت بقى القصص اللي كانت بتتقال زمان حقيقية عليه، زي ما مثلا مندي كان الراجل اللي طلع قالك والله ده اكتر شخص كنت بنام في محاضراته، كنت بمل لاعب مانشستر سيتي، حد ما فجأة لقيت جوارديولا داخل يحضر معنا المحاضرة وبيتعلم منه، فمن ساعتها ايقنت ان الراجل ده لازم افوق له في المحاضرات واتعلم منه اكتر. دي كانت قصة مارسيلو بيسا المدرب بتاع ليدز يونايتد وقصته الغريبة اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا. انا شخصيا عجبتني جدا ومع الراجل ده قوي ومع التجديد ومع الافكار الجديدة. قولي بقى انت رأيك ايه، شايف ان الراجل ده فعلا جاسوس واللي بيعمله ده غلط، ولو انت كنت الفرقة اللي قدامه هتبقى متضايق ولا هتتعاطف مع الراجل ده وتشوف ان هو عبقري؟ ولو اي قصة تانية نفسكوا تعرفوها او انا برضو لقيت قصة كده ممتعة اكيد هنطلع ونتكلم عليه. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب دوس سبسكرايب وافتح التنبيهات عشان توصلك الحلقة اول ما تنزل، وكفايه رزع اول حد فيه.